وفي قطاع غزة بدأت قوافل الحجاج العبور إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح باتجاه الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج. يأتي هذا فيما يعاني الكثير من سكان القطاع الراغبين بالحج من صعوبات عديدة في ظل الحصار الصهيوني والانقسام الفلسطيني. الله ينصرهم ويقويهم ويعينهم يا رب العالمين على القوم الكافرين، ينصرهم، ينصر المقاومين وكل المسلمين اللي ناوى على النصر، الله ينصرهم. على مقعدها المتحرك تصر أم أحمد سالم على اقتناص فرصتها لأداء فريضة الحج وشق طريقها لوحدها، فوضعها الصحي الحرج لم يشفع لها بالسماح لابنها المعيل الوحيد لضعفها مرافقتها. هذه السيدة مثال لواقع فلسطيني تعددت فيه أوجه المعاناة ومن ضمنها صعوبة الحصول على فرصة للحج. ابني عمل المستحيل، قالوا له بدك تكون مرشد، وحين المرشد وحين ما بدنا نطلع على الحج رفضوه ما يطلعش مرشد. وبعدين رحنا على الأوقاف وقعدنا يوم طويل في الأوقاف عشان يعني يطلعوا معي، إنه يطلعوا معي برضه رفضوه، وأنا طالع لحالي متوكل على الله. لا نستطيع أن نتحرك بحرية، لا نستطيع أن نخرج، أن نسافر يعني كما نشاء بشكل اعتيادي بوضع طبيعي. وأنا يعني أترك والدتي تخرج إلى الحج وهي لا تستطيع الحركة، وحسرة يعني في قلبي. 2800 حاج من قطاع غزة بحسب حصيلة وزارة الأوقاف الفلسطينية كان لهم نصيب الحج لهذا العام، استطاعوا تخطي العقبات التي تتهدد أداء الفريضة بفتح معبر رفح بالموعد المحدد، على أمل أن تكون رحلتهم ميسرة دون عقبات. نستطيع أن نقول أن حالة الوفاق التي كانت بين غزة والضفة قد ذللت معظم العقبات، وما بقي من عقبات هو خارج عن الإرادة، تتمثل في إغلاق معبر رفح، حيث لم تتمكن لجنة الحج أو لجنة الاستئجار للسكن من الخروج إلا بعد فترة طويلة، مطالبين بزيادة الأعداد التي باتت لا تعبر عن حجم تضحيات أهلنا في قطاع غزة. سيدي يا أبا الزهراء أجواء روحانية من الابتهالات الدينية الأدعية والأذكار رافقت الحجاج في طريقهم إلى بيت الله الحرام، حاملين في جعبتهم هموم الوطن وأمنيات ودعاء لبلادهم بالفرج القريب. كنا نتمنى إحنا أن نسافر من مطار غزة الدولي، المطار الذي دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي، كان لنا مطار وكان ييسر على حجاج بيت الله الحرام، لكن نأمل أن تعود إلى ساحتنا الفلسطينية اللحمة الفلسطينية والوحدة، وأن يجمع الله شتات هذه الأمة، وأن يرتفع هم وظلام هذا الانقسام. الحصول على فرصة أداء فريضة الحج أصبح بالنسبة لأهالي قطاع غزة صعب المنال في ظل استمرار الانقسام والحصار الصهيوني وإغلاق المعابر، فريضة ربانية يأملون أن تحظى بالاهتمام الكافي للوقوف في وجه الاحتلال. حلم سفر هؤلاء الحجاج تحول إلى حقيقة بعد أن كان طريقهم مملوء بالعقبات، وكلهم أمال بأن تكون الأعوام القادمة خالية من أي حصار وإغلاق للمعابر. غدا خالد، لتلفزيون الكوت، قطاع غزة. أعلنت فرنسا أن رئيس مجلس الشيوخ سيقوم بزيارة إلى طهران، وهو أرفع مسؤول أوروبي يزور إيران خلال الأشهر الأخيرة بهدف تطوير التعاون الثنائي. وبينما يستمر التعاون الإيراني مع الشركات الأوروبية في مجال صناعات النفط والغاز، أعلنت باريس اليوم أنها جاهزة للتوسط بين إيران ومجلس التعاون الخليجي للوصول إلى حل للخلافات الثنائية.